منصات السن القاية. وهذا الملتقى الجميل على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثامن بتعداد أشواط هذه الليلة لنتابع هذه الانطلاقة المخصصة لسن القاية القعدان. مسافة 5 كيلومترات هي المسافة التي تحكي لنا قصة ورواية هذا الشوط مع منافسة الشعارات، حضور أيضا الأسماء الكبيرة المتواجدة والمنطلقة. نتابع هذه الأعداد الكثيفة المتواجدة بالانطلاقة بهذا المستوى العالي والكبير. لنبدأ مباشرة مع وصف الأسماء الخمسة المتنافسة بمسيرة هذا الشوط. المركز الأول يتواجد مخدام من يتقدم أمام الأسماء، تحمل لنا شعار هجن الشحانية، يتابع سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل قيث، من تسلل إلى أول المراكز تعود ملكية قيث لهجن العاصفة، يتابع بعملية التضمير حمد بن راشد بن غدير. من يقدم لنا قيث بانطلاقة، ولكنني أرى الصدارة بدأت تتغير بإثارة مع مشكور لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعيسى بن أحمد بن مطر الخيالي. من يقدم لنا مشكور على المركز الأول، ليأتي قيف بشعار هجن العاصفة على المركز الثاني مع المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث يا لحلات الصدف، حامل الرقم 3 يتواجد بهذه الانطلاقة. الدنقلاوي يتواجد على المركز الثالث، يتقدم ويحمل لنا شعار هجن العاصفة، يتابع حمد بن راشد بن غدير. رابع الأسماء، رابع الانطلاقات، وتابع تقدم الرمادي، تعود ملكيته لهجن الرياسة مع انطلاقة المركز الرابع. وحمد بن سعد الحبابي من يتابع بعملية التضمير. المركز الخامس يتقدم بحر، تعود الملكية لهجن الشحانية، يتابع حمد بن علي بن حلفان بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط وبعملية البحث عن الناموس. ما زال البحث جاري مع هذه الانطلاقة، مع تغيير المراكز والأسماء في دائرة الأسماء الخمسة والخماسية الماسية. الله يا مشكور، مشكور مع الصدارة، مشكور على المقدمة، مشكور مع الانطلاق والقيادة. يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة، يحمل شعار هجن الرياسة، يتابع بالتضمير عيسى بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. من يقدم لنا انطلاقة مشكور مع الصدارة والمقدمة. المركز الثاني يتواجد مع انطلاقة ثاني المراكز، الدنجلاوي على المركز الثاني بانطلاقة بهذه اللحظات، يحمل لنا شعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. من يتابع بعملية التضمير. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز، الرمادي تعود الملكية لهجن الرياسة، يتابع بعملية التضمير. حمد بن سعد الحبابي من يقدم لنا انطلاقة الرمادي على المركز الثالث. المركز الرابع وبدأ الوصول والتقدم من قبل المحيط، وصل المحيط ليلتهم الأسماء المتقدمة بقدوم على ثالث المراكز، تعود ملكية لجنة الشحانية، يتابع بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع وصل متابعنا الأعزاء مسعيد بهذه اللحظات، تعود ملكية لجنة الشحانية. سالم بن فارم يتابع بعمل التضمير. بحر بدأ يتسلل من الجانب الأيمن ويحمل لنا شعار لجنة الشحانية، يتابع
تابع حمد بن علي بن حلفان لعملية تضمير المركز الخامس. التقدم مشاهدين الكرام مع خامس المراكز والوصول من مشكور من كان قائد الأسماء يتواجع المركز الخامس. تعود ملكية الرياسة يتابع عيسى بن حمد بن مطر الخيلي بعملية التضمير. الأسماء بالمقربة من بعض البعض في منافسة في حوار ما بين الشعارات وما بين أيضا تقالص الأمتار. تتواجد هذه الانطلاقات 1500 متر ما تبقى عن الناموس عن التتويج وعن الانطلاق بهذه المسيرة. المركز الأول الصدارة والمقدمة يتواجد دنقلاوي على أول المراكز لهجن العاصفة. يتابع حمد بن راشد بن غدير بعملية التضمير. المركز الثاني أتابع بحر على ثاني المراكز. تعود ملكية الهجن الشحانية يتابع حمد بن علي بن حلفان بعملية التضمير. المركز الثالث وصل لأول نداء هملول تقدم هملول. تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم تقدم على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم ايضا من شعار هجن الرياسة ومن تقدم عجيب والمضمر العجيب محمود بن محمد بن سالم الوهيدي من يقدم لنا هذا الانطلاق الرهيب مع تواجد عجيب. الله يا الاسماء بدأت بالمنافسة مع مجريات الكيلومتر الاخير. تقدم الدنقلاوي مع الصدارة ولكن عجيب يتواجد على المركز الثاني. حوار ما بين الأسماء تقدم ما بين الشعارات ولكن عجيب بأداء رهيب يتواجد على المركز الأول على الصدارة بشعار هجن الرياسة. يتابع محمود بن محمد بن سالم الوهيدي المركز الثاني. الله يا حملول بدأ يصول ويجول بالانطلاق بالمنافسة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث التقدم الفليلي لهجن الرياسة علي بن جمي الوهيدي ولكن عجيب مع الصدارة مع المقدمة. هملول قادم عجيب ما زال صامد مع الصدارة مع المقدمة ومع هجن الرياسة ومع المضمر محمود بن محمد الوهيدي من قدم لنا عجيب. وانطلاقك عجيب وأداك عجيب يا عجيب. هذا هو عجيب ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس الثاني. والتبريكات لهجن الرياسة والتهنئة للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيدي المركز الثاني. وصل هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل الطليلي لهجن الرياسة المركز الرابع. المركز الرابع وصل مشكور لهجن الرياسة المركز الخامس. كان الوصول من قبل المحيط لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا المنافسة التي دارت ما بين الأسماء والانطلاق الجميل في أيضا اللحظات الأخيرة لمجريات شوطنا الذي انقضى قبل قليل شوطنا الثامن بتعداد أشواط هذه الفترة المسائية. نذهب بحضراتكم إلى ملخص وقدوم عجيب إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. توقيت الزمني 7:32 ثمان أجزاء من الثانية. الثانية التبريكات لهجن الرياسة والثانية للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصل هملول 7:34 ست أجزاء من الثانية. الثانية التبريكات لسمو الشيخ حمدان بن راشد سيد المكتوم الثانية لعبد الله بن ثعيل بالهايري على هذا الفوز المستحق. مركز الثالث وصل مشاهدي الكرام الطليلي 7:36 ست أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات نزفها لهجن الرياسة والتهنئة لعلي بن جميل الوهيبي.